كورونا، الفيروس الذي يهدد العالم بأكمله. هل فعلا هذا الفيروس يشكل خطرا كبيرا على صحة البشر العالمية؟ وهل يحمل كل تلك الهالة التي تحاول وسائل الإعلام التسويق لها؟ ما هي أسباب هذا النوع من الفيروسات وما هي أعراضه؟ وما هي أهم الإجراءات التي اتخذتها الدول للوقاية من هذا الفيروس الخطير؟ مرحبا بكم في قناتكم القول. لم يكن هنالك إلا 4 أنواع من فيروس كورونا التي تصيب البشر، وفي 2002 ظهر نوعان آخران من هذا الفيروس. الأول يسمى متلازمة الجهاز التنفسي الحاد سارس، ومتلازمة الجهاز التنفسي للشرق الأوسط ميرس، والتي أضحت تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان. مع بداية هذه السنة ظهر نوع آخر من فيروس كورونا والمسمى 2019 إنكوف. هذا الفيروس الذي اكتشفت أول حالته في مدينة ووهان الصينية. بالنظر للأسباب، فالمختصين في مجال الطب يدركون أن كورونا هو فيروس مرتبط أساسا بالحيوانات. يكون سببه الأساسي هو الحيوانات، والمعلوم أن في الصين البشر يأكلون حيوانات بشتى أنواعها كالكلاب والخفافيش وغيرها. لذلك في أول الأبحاث للقضاء على هذا الفيروس ستكون عن الحيوان الذي كان سببا في انتشار الفيروس. مدينة ووهان تم إغلاقها كليا، إضافة لمجموعة من المدن يمنع أي سفر خارج أو داخل المدينة، ومجموعة من السفارات بدأت في إجراءات وتدابير قبل انتشار المرض. توقع خبراء صحة أمريكيون بارزون أن يقتل فيروس كورونا عشرات الملايين من قبل 3 أشهر من تفشي المرض في الصين، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. وقام العلماء في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي بتطبيق نموذج وبائي افتراضي على جهاز الحاسوب كجزء من الأبحاث في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتوقعت المحاكاة الحاسوبية أن الوباء سيقتل 65 مليون شخص خلال تفشيه في أنحاء العالم خلال 18 شهرا. وحتى الآن تسبب المرض الشديد الذي يجتاح الصين في مقتل 56 شخصا وإصابة أكثر من 1200، لكن الخبراء يتوقعون أن يكون العدد الحقيقي هو الآلاف. وعادة ما تكون الأعراض عبارة عن حمى وسعال وصعوبة في التنفس، لكن بعض المرضى أصيبوا بالتهاب رئوي، وهو عدوى قد تهدد الحياة وتسبب في التهابات الحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئتين. قد يحمل الأشخاص المصابون بفيروس كورونا الجديد أعراضا خفيفة فقط مثل التهاب الحلق، وقد يفترض الخبراء أنهم مصابون بنزلة برد عادية ولا يبحثون عن رعاية طبية. الثعابين أم الخفافيش، أيهما المصدر الحقيقي لفيروس كورونا في الصين؟ تشير تقارير علمية إلى أنه ربما تم العثور على أصل فيروس كورونا المستجد الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 20 شخصا في الصين. باحثون صينيون حددوا نوعين من الحيوانات التي يمكن عن طريقها انتشار هذا الفيروس المعدي للغاية إلى البشر. وذكر موقع NTV الألماني أنه بعد القيام باختبارات تم تحديد نوعين من الثعابين المسؤولة عن ذلك، تعبان الكوبرا الصيني وتعبان كرايت الصيني. وأضاف الموقع أن هذين النوعين من الثعابين من أكثر الثعابين سمية وانتشارا في الصين، وكلا النوعين موطنهما جنوب شرق الصين. وأيضا قام باحثون من جامعة ويجي في بكين بدراسة نشرت نتائجها في مجلة علم الفيروسات الطبية. قارنت المادة الوراثية من 5 عينات لفيروس كورونا المستجد ب 217 فيروسا مشابها أخذوه من عدد كبير من أنواع الحيوانات المختلفة. التحليلات الوراثية أظهرت أن الثعابين هي الأكثر الأنواع حاملة لمثل هذا الفيروس المستجد. ومن وجهة نظر وراثية، فقط الثعابين هي الوحيدة التي يمكن أن ينتقل منها الفيروس إلى البشر حسب ما جاء في الموقع الألماني. كما يدعم باحث جامعة ويجي الفرضية القائلة إن فيروس كورونا المستجد قد نشأ من حيوان يباع في سوق بمدينة ووهان التي شهدت أول انتشار لهذا الوباء، خاصة وأن الثعابين من بين الحيوانات التي كانت معروضة للبيع في ذلك السوق. ومع ذلك يجب التحقق من هذه النتيجة من خلال مزيد من الدراسات التجريبية.
كما أوضح الباحثون في جامعة ويجي. وكانت دراسة مشابهة دارت يوم 21 من يناير كانون الثاني 2020 في المجلة العلمية Science China Life Sciences. بحثت أوجه التشابه بين فيروس كورونا المستجد وفيروس مسبب للأمراض الأخرى. وفقا لهذه الدراسة توصل الباحثون إلى أن هنالك علاقة بين فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان وفيروس تم العثور عليه عند أحد الخفافيش. الدراستان يمكنهما مساعدة السلطات الصينية في العثور على أصل فيروس كورونا المستجد وحسم من هو الجاني الحقيقي، الثعابين أم الخفافيش.